يطلع يطلع برا خارج القاعة. يطلع برا. هذا الشخص يطلع خارج القاعة. أنا أعرف من الشريف هذا أحد أعضاء الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الشرطي 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 هذا مش هذا الشخص اللي يخل بهدوء القاعة. هذه المحكمة. هذا مشاهد هذا خارج. هذا هذا علي هذا هذا الجرفوع هذا الجرفوع خارج القاعة. هذا تكسي يا القاضي خارج القاعة. هذا استاذ هذا مشاهد هذا الشرطة الشرطة كل من يخل بنظام القاعة قدم اسمه إلينا. احنا قاضي خارج القاعة. انت قاضي حقيقي انا موقع عليها ولذلك الاخرين ما اعرفهم. فلازم يعني احتراما للقضاء. نعم. ولي احد. يعني هاي حالة رب محكمة المهداوي ما صارت. ثاني. هذا التبجيل او الرجل يحتاج الى ان يأتي دورك يأتي دورك يأتي دورك ونعطيك الوقت الكافي للدفاع والسادة المحامين وكلاء صدام حسين ما يعطوا القلم وهو يجيب فايلات وياه. أين الشخص الشخص اللي كان يهدد؟ هذا الشخص يخرج قاعة يخرج إلى خارج القاعة.